كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كل شيء اللي خصنا نأكدوا عليه هو أنه بالطبع هذه وضعية ديال الفنادق هي وضعية قديمة، حتى لما كانت الحدود مفتوحة راه ما يمكنش نعتبره بأنما الناس اللي كانوا كيعيشوا في هذه الظروف كانت الكرامة ديالهم محفوظة، كانوا يلجأون إلى أسلوب اللي حقيقة حاط بالكرامة، ماس بالحرب بالكرامة، لأنهم ما عندهمش وسيلة أخرى للعيش. فلذلك منذ ذلك الحين كنا نقول علينا أن نجد حل، سواء على مستوى القيادة الوطنية ديال الحزب أو على مستوى المناضلين ديالنا والهيئات الإقليمية ديالنا بالإقليم. لما تسدات الحدود بغيت نأكد لكم على شيء، الإجراء السيادي لا يمكن أن ننتقده، إجراء السيادي المغربي دفاعا عن الاقتصاد الوطني إجراء ما يمكنش نناقشه، طبيعي ما يمكنش أمور اللي هي مهربة بشكل ما غتجي غتمس بالاقتصاد الوطني بواحد الشكل اللي كيأثر سلبا جدا. لكن لما كتجي تاخذ قرار من هذا النوع خاصك بالضرورة توجد الإجراءات البديلة، إلا ما وجدتيش الإجراءات البديلة أنت عارف بأنه راك حيدتي اللقمة ديال العيش للآلاف من الناس، نساء ورجال وأطفال اللي كيعيشوا من هذا الشيء. فالسؤال العريض هو شنو تم التحضير له؟ مزيان ناخذ قرارنا هذا النوع واخا، ولكن يتعين ان تكون هناك اجراءات بديله كنشتغلوا عليها، كيشتغلوا علينا رفاقنا ورفيقتنا بالفنيدق وبالاقليم ككل، وعلى اساس انه نخلقوا نشاط اقتصادي، نشاط صناعي، نشاط تجاري اللي يمكن هذه الاسر من العيش الكريم. هذا دور ديال الدولة اللي هو أساسي. حنا ما كنناقشوش إغلاق الحدود، ولكن كنناقشو أنه لا يمكن أن نقبل أن هاد الناس اليوم ما عندهم حتى شي موريد وما عندهم حتى شي دخل في هاد الظروف ديال الكوفيد بالضبط، اللي بشكل ظرفي يتعين على الأقل أن نجد دعم مباشر لهم كما فعلنا بالنسبة للصندوق ديال الكوفيد، ولكن بسرعة يتعين أننا نشوفوا شركات، نشوفوا إمكانيات ديال مناطق صناعية، نشوفوا إحداث نشاط اقتصادي اللي يوقع فيه واحد النوع ديال إعادة تأهيل هاد الناس باش يعيشوا في شروط ديال الكرامة ويضمنوا للأسر ديالهم الدخل الأدنى اللي هما يستحقونه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.